السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي خاصة غادي نشارك معكم واحد المكون رائع متواجد حاليا في الأسواق اللي كيخفف من مشكل ديال هشاشة العظام وأيضا مشكل ديال فقر الدم اللي كيعاني منه العديد من الأشخاص. بالنسبة قبل ما نبدأ معكم هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جربكم لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بأمر. رجعوا أخواتي للحلقة ديالنا. الحلقة تاعنا سهلة مفيدة جدا، معلومة رائعة كتخص العديد من الأشخاص اللي كيف ما ذكرت لكم مصابين بمشكل ديال هشاشة العظام وأيضا مشكل ديال فقر الدم، يعني لانيمي نقصان الحديد في الدم. بالنسبة لهذه الحلقة تاع اليوم غادي نشارك معكم واحد المكون اللي هذا هو الموسم ديالو، يعني مكون الرمان. كيف ما كتشاهدوا الرمان هذا هو الموسم ديالو، يا ريت اخواتي اخواني تستغلوه وتناولوه بالطريقه الاتيه، يعني ما نكتروش منه، حبه واحده في اليوم فهي كافيه باش يعني تحميوا راسكم من مشكل الاصابه من هشاشه العظام. وايضا الناس اللي عندهم مشكل ديال الفقر الدم يمكن لهم يستعملوا يتناولوا الرمان مع العسل. فهاد الوصفه هذه، فهاد المشروب ديال الرمان مع العسل يتخذ يوميا في الصباح مع الافطار، يعني رائع رائع واحد المده. وممكن ديروا يعني الفحوصات ديالكم باش تعرفوا بان فعلا الرمان فهو ماده غنيه بالحديد وايضا غنيه ببعض العناصر اللي كتحمي الجسم ديالنا من مشكل ديال هشاشه العظام وايضا التهاب المفاصل. بالنسبه للطريقه كيف ما ذكرت لكم طريقه سهله وبسيطه، ناخذ الرمان ديالنا مثلا، حطينا حبه ديال الرمان في الصباح وغادي نحيدوا لها القشور ديالها ونحتفظوا فقط بهذه الحبوب هذه ونديروهم في الخلاط الكهربائي ونصبوا عليهم واحد شويه تاع الماء او العصير ديال البرتقال او الليمون ونضيف واحد المعلقه ديال العسل. فالعسل حتى هو كيف ما كتعرفوا كيفتح الشهيه وكي يعني مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل ديال فقر الدم. بالنسبه لهذا العسل ديال الرمان فهو رائع الا خديناه بوحدو فقط، ناخذو مثلا الا ما عندناش العسل يمكن لينا ناخذو الرمان، عصير الرمان يوميا، كوب من عصير الرمان يوميا في الصباح واحد المده، ونديرو الفحوصات ديالنا باش نعرفوا بان فعلا هاد الفاكهه هذه العجيبه والغريبه والقويه فعلا كتخلص من المشكل، كتحد من المشكل ديال فقر الدم وايضا كتخلصنا من كتحمينا من مشكل ديال هشاشه العظام. كنتمنى منكم اخواتي كما كتعرفوا كاملين يعني الموسم ديال الرمان فهو بدا كاين في الاسواق باثمنه بسيطه ومناسبه، تقريبا مناسبه للجميع. لما لا، الا عندي شي شخص مصاب في البيت بهشاشه العظام او عنده يعني علامات ديال هشاشه العظام وعنده مشكل ديال فقر الدم، ناخذ لما لا ناخذ نعطيه مثلا حبه ديال الرمان، نحيد لها القشور ديالها ونحتفظ بالحبوب وندير بهم واحد الكاس ديال العصير في الصباح، نديرهم في الخلاط الكهربائي اما مع البرتقال او مع شويه تاع الماء. فاش نطحنوا غادي نصفيه في الصفايه ونحتفظ فقط بالعصير ونضيف ليه واحد معلقه صغيره ديال العسل وناخذو يوميا. ياخذوا هذا الشخص هذا اللي مصاب يوميا واحد المده، مثلا ناخذوا واحد المده ديال 20 يوم ومن بعد نعملوا الفحوصات ديالنا واش فعلا هاد الفاكهه عندها الفوائد ديالها يعني كتحمي من هاد المشكل ديال فقر الدم والمشكل ديال هشاشه العظام. بلا ما نطول عليكم اخواتي، الطريقه يعني الفاكهه الا بغيتو تعملوا عليها واحد البحث بسيط قبل ما تستعملوها يمكن لكم الاختيار، نبحث على الفوائد ديال الرمان واش فعلا كيفيد للفقر الدم او هشاشه العظام، عاد يمكن لكم تستعملوه بكل اريحيه. بالنسبه لهذه الطريقه هذه فهي طريقه معروفه وطريقه مجربه منذ القدم، وحبيت انني نشارك معكم اليوم. وكنتمنى الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى منكم ما تنساونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وانتظروا مني وصفات اخرى باذن المولى عز وجل، والى اللقاء في حلقه قادمه بإذن الله.